Cerise sur le gâteau. Salut, salut, c'est Cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, ma j'appelle comme recette de crème caramel au chocolat. Et تحضير يلزمنا 75 سنتيلتر حليب ومعاهم 10 سنتيلتر كريم ليكيد 200 غرام شوكولاتة و 125 غرام سكر. نبداو نحطو سكر في كاسرونة مع 3 مغارف ميكلامي، نحطوهم على النار حتى لين يولي كراميل، وناخدو شوكولاتة نقصوها طويبة صغار في كاسرونة أخرى، نزيدو عليها الحليب وعلى نار هادية نسخنوهم ونقعدو نحركو. وقت الكراميل يولي دوغي نصبو عليه الكريم ليكيد حتى لين يذوب فيها. وقتها نصب عليهم الحليب بالشوكولاتة ونقعد نطيبوا فيهم على نار هادية، واحنا ديما نحركوا. كان تعبتوا جيبوا خوكم ولا اختكم ولا راجلكم يحركوا عليكم شوية، 30 دقيقة ما يلزمهاش تغلي بالكل. هكا هاو توا نخليوها تبرد، وقتها نصبوهم في دي كوب ولا دي بو صغار ونخليهم يبردوا باش في الليل بعد شقن فتر ناكلوهم باردين. ما بنهم. فوالا سيتي سوريز سور لو غاتو، شيا طيبة. سوريز سور لو غاتو.